انا كانت كيف خويا كوا بالك تتنحل في شيت تتنحل في شيت تقعد خونكيل على العبيد هكا صافا ديما الضحك تحت الحيط كعبك وانين وقعد تحت الحيط هكا ماشي تفرق فيهم على العبيد تضرب مشاكل صباح وليل هذيك هي الحياه رايا لا خدمه لا شيء هكا تشوف فيا ملحومه ما نخرجش كلاريا الحمد لله ولا عامل جو وفش نعمل جو الحمد لله عم زاوي والله يا شيخك تشوف كالعادة تفيق صباح لازمك جونتة الصباح هذيك تحل عينيك تفيق لازمك تفيق للدنيا هكا تشوف ديما تتحرك لازم هذيك الوحيدة الصباح وحيدة في الليل فالكرم خويا أصلي وديما لنا أنا كرم 5 ديسمبر ملجأ الحمد لله هذيك هي الحوم هذيك اللي تخرج الحوم السيجار وهذيك اخويا يحل لي برشا افكار اول ما نفيق لازمني انا نتكيف باش نشوف النهار كيفاه باش يتعدي لي وكيفاه ما يتعداليش النهار هذيك هي اللي ديما اللي تحل لي المخ انا عندي كوابل في مخي ولا كما نحكي مع كوابل في مخي كوابل اخي موتور كيش عنده هو الموتور اخي نحنا باش نخدموا المخ هو موتور انا كي نتكيف خويا كوابلك تتنحل في شيت تتنحل في شيت تقعد خونكيل على العبيد هكا صافا ديما الضحكه لازم ديما الضحك ما تخمم في شيء قالوا لي عليك جوار معروف واحسن جوار في الجيل نتاعك كنت نكاور في نجم حق الواد الكرم ايكول نجم حق الواد الكرم ميني من نجم حق الواد الكرم كادي بريمير كبريمير اني كادي في اتحاد الكارتاج دوزيام كادي نجم حق الواد الكرم جينيور هكا تشوف معناتها الخلطة واحد وين توصل بطلت دخلت في دومين معناتها مش في ثنيتي كنت في العاقل واحد دخلت في دومين معناتها ملي حليت عيني صغير 11 سنة 11 سنة ل 19 توا عمري هكا تشوف معناتها نجم تقول محطم كليت كف باهي في الدنيا يعني أنا معناتها شديت ربطية واحد وقفت سجن أسباب هكايا سرقة واحد سرقة خسرت فيها خسرت مستقبلي هكا تشوف حتى نمشي نخدم على نشوف خدمه عندي كف تفتيش تاعو نحبو نحو هذا المركز يشتبهوا فيا وينك شعامل هكا تسرق ليه راني نخدم وجاوي به راني نحب نخدم خاطر ما عندها ما تفيد الزنقه ذي راهي زنقه ما تعديش راهي مشاكل وبرشا برك باش تتعب كانك محطم وما عندكش ودين وقاعد راكش تقعد تحت الحيط كعبك وانين وقعد تحت الحيط هكا ماشي تفرق فيهم على العبيد تضرب مشاكل صباح وليل هذيك هي الحياة هم شعبية كعبك وانين تشد راس الحيط مشاكل وا 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 قراية لا خدمة لا شيء هكا تشوف فيا ملحومة ما نخرجش كلاريا تخرج صباح تحل عينيك قهوة تقعد بحضة أصحابك اش فما أو شكون طاح شكون ما طاحش أو خبيبل أو فما عارك مشاكل تقعد كالعادة تروح للدار تفطر تعاود تخرج اش فما ما فماش تعاود تخرج في الليل تقعد تسكر تقعد تعمل هذيك هي الحياة نفس الروتين السرقة اخويا باك تشوف بنافحين نحن نفعت بالسرقة لقيتها حاجة جيبة عندي معناها الحاجة اللي حاجة تعدي من 3 قضايا اقتحام وتكسير املاك الغير وسرقة باك تشوف فيا طوارئ بتاع نطرة بتاع واحد مشاكل طوارئ بتاع مشاكل هاك تشوف اسبي خلطة 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 بولدة وجرب يعني نادم ولا نادم وانا انا الحاجة الوحيدة اللي خايفة لغدوة نموت ما نفرحتش من زيت ما فرحتش شميم ذيك اللي انا توا قاري لحساب ونخاف من موت راني يعني خاف من موت غدوة كي نقوم ومن زيت ما فرحتش شميم ذيك انا اللي حاجة تعبت والديا برشا خيرت معناتها خيرت امي على اصحابي قلت صغير واحد اصحابي هكا مع بعضنا اللي نكبروا مع بعضنا معناتها الدنيا مفتقه مع بعضنا يا اخي لقيتها معناتها وين هو اليوم؟ ما فميش ماك تشوف فيا واحد ندور هو صاحبي لونيت ساكوشي فلوسي ندور وهذيك هاي ان شاء الله هو صاحبك مكتوبك ونحب ننصح برشا عبيد اللي هو راه ما فما حد يدوم الحد لا والديك لا صحابك لا شيء عمل على روحك وفيق يا حومه فيق يا حومه عمل على روحك واخدم وجيبها بالحليل ما يثمر كان الحليل